تنام الدهر. وهذا شأنك غريب، لست تنام يوما وتستيقظ يوما، لست غافلا مرة منتبها أخرى، تنام الدهر. فمتى استيقاظك؟ متى استيقاظك؟ متى تستيقظ؟ حتى إذا ما مت انتبهت. هذا الشيخ رحمه الله ينظم لك القول الأول: الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. انتبهوا، عرفوا أين يساقون، عرفوا الأمر الذي كان يراد لهم ويراد بهم، وصار الغيب شهادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، انقطع الغيب بالموت، صار كل ذلك شهادة. القبر، البرزخ، العذاب، نسأل الله العافية، الجنة، الروح، الريحان. فهو يقول لك: لا تكن هكذا، لا تنمي الدهر، تغط. لست نائما، يعني النوم تعلمون أنتم، النوم نومان: نوم ثقيل ينقض الوضوء، نوم خفيف لا ينقضه. أنت حتى لم تنم هذا النوم الخفيف الذي معه انتباه، إذا كانت حركة، إذا كان شيء انتبهت. لا، أنت تنام نوم الذي يغط لك شخير ونخير، يعني ما نراك تستيقظ في هذه الدنيا. فمتى يكون استيقاظك؟ إذا مت. بئس الاستيقاظ هو حينئذ.